صباح الخير والسعادة والأمل وكل يوم جديد معانا، نتفائل إن بكرة هيبقى يوم حلو وسعيد. طبعا احنا داخلين الأيام الجاية على أيام أعياد. كل سنة وكل مسيحيين مصر طيبين وكل مسلمين مصر طيبين. مسيحيين مصر لأن خلاص يوم الحد معانا عيد الميلاد المجيد، وعندنا كمان الأسبوع اللي بعده شهر رمضان الكريم، فإن شاء الله يا رب يعود علينا كلنا بالخير، وإن شاء الله نصحى الصبح ما نلاقيش الكورونا، نصحى يقولوا لنا إيه؟ مفيش كورونا، انتهت الكورونا. طبعًا بقت هي دي كلامنا كل مرة، ما عندناش غيره. كورونا وبنعمل معاها إيه وعملت فينا إيه؟ في ناس دلوقتي وصلت لمراحل صعبة في الحياة النفسية، نفسيتها تعبت. نفسيتها تعبت من إيه؟ من السوشيال ميديا، ومن هي دلوقتي بتقعد ايه؟ اسبانيا كام واحد الف مات؟ ايطاليا كام واحد الف مات؟ المانيا كام واحد الف مات؟ طب احنا هيبقى عندنا كام الف واحد هيموت؟ ففي ناس بقت من كتر ما هي قاعده في الحظر جات لها حاله نفسيه ان هي خلاص منتظره الموت. دي مجموعه، وطبعا في مجموعه تانية بتبقى تحت في الشارع، دي جميله جدا بتعيد، مفيش مشكله معاها. دي ناس تانية. احنا بنتكلم النهارده عن الناس اللي قاعده في البيت وجات لها نوع من انواع الاكتئاب. خلاص احنا مش عارفين هيحصل ايه، طب وهتنتهي الكورونا امتى؟ وده سؤالنا دايما، امتى هتنتهي الكورونا؟ النهارده هيكون مشرفني معايا دكتور عبد العال دياب، هيكون معايا النهارده استشاري الجراحه، وهنستكمل فيها موضوع مستجدات الكورونا، وهنكمل كلام موضوع الحاله النفسيه. ايه موضوع اللي وصل لنا للحاله النفسيه دي؟ احنا ناس تعبنا، ناس جات لها اكتئاب، ناس دلوقتي وصلت لمراحل ايه؟ هقول لكم. يعني الرجاله كانوا بينزلوا القهوه مثلا، الستات كانت بتروح تعمل شوبينج مثلا، ده كل ده كان بيبقى بالليل، مفيش الكلام دلوقتي. انا سمعت دلوقتي ان في رجاله ابتدت تحب مراتها، ما مش لاقيه تحب حد بره، هتعمل ايه؟ احنا وصلنا لمراحل يعني الناس بقت ميؤوسه من حياتها. يعني دي طبعا على السوشيال ميديا والكوميكس فيها كتير جدا. طيب دلوقتي انا برحب معايا بدكتور عبد العال. اهلا بيك يا دكتور، منورني ومشرفني. ايه رايك في موضوع الكورونا واللي عاملاه فينا دلوقتي؟ اهلا يا رولا، وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه والمصريين كلهم طيبين يا رب. وطبعا احنا زي ما انت قلت احنا داخلين على موسم ما كناش متوقعين ابدا ان احنا نقعد فيه في البيوت، او ناس كتير تقعد في البيوت. الحقيقه الفتره دي فتره صعبه علينا، وان كانت الدخله دي لينا كلنا تقاليد وعادات، بنزور بعض، بننزل نتسوق، فصعب على اعصابنا شويه، لكن احنا كلنا عندنا امل ان شاء الله ان الاعياد اللي جايه يبقى فيها عيد ثالث اللي هو عيد الانتصار على كورونا. يا رب يا رب يا رب. ده الحقيقه هو عادتنا طبعا في البيت دي كان ليها مردودات كتير، مردودات صحيه ومردودات اجتماعيه واقتصاديه ونفسيه. اصعبها طبعا المردود الاقتصادي طبعا، ان حد يبقى مضطر ان هو ينزل او انه بيقتطع من وقت عمله، ده صعب شويه بالنسبه للاسره. اثر بالتالي برضو على الحاله النفسيه والحاله الاجتماعيه والقدره الشرائيه للناس، ده بالاضافه طبعا لبقيه المشاكل اللي اصابت الصحه من القعده في البيت وعدم التزامن. يا دكتور الناس دلوقتي بقت قاعده في البيت تقضيها كيك وفشار، تمام، خلينا واقعيين، ماشي، من الحاله النفسيه خلاص بيلعبوا مع الرجاله، بتتفرج على توم انجيري يا دكتور؟ ده لا، لو بيلعبوا بلعب الاطفال وبيلعبوا مع الاطفال وبيلعبوا لعب الاطفال خلاص الناس مش عارفه فعلا. يعني في ناس من كتر الحظر بقت بتنام، مش عايزه تسمع حاجه، مش عايزه تسمع كلام عن الموضوع. في ناس ابتدت تقفل السوشيال ميديا والموبايلات عشان مش عايزه تسمع مين مات ومين ايه اللي حصل او ايه اللي جرى. الناس وصلت لها حاله اكتئاب، ازاي نقدر نتعامل بقى مع مراحل الاكتئاب والحاله النفسيه الناس وصلت لها دي، ونعدي يومنا كده بطريقه لطيفه، نعمل ايه؟ تمام، احنا اضطرتنا الظروف ان احنا بنقعد مع بعض كلنا كاسره، والدين، ام واب واجداد وابناء، هو كده. فبالتالي انا الوقت الكتير اللي احنا قاعدينه مع بعض ده المفروض نكتشف نفسينا ونكتشف بعضينا، زي ما بيقولوا مثلا واحد اتقطع منه الواي فاي طلع من اوضته اكتشف ان عنده اسره. الله، ده انا عندي اسره جميله قوي، وعندي وعندي بنات وعندي اولاد وعندي ناس طيبين قوي. ناس طلعوا كويسين، ده انا ما كنتش اعرفهم. دول جم امتى يا جماعه؟ فبالتالي المفروض احنا خلاص نبتدي نكتشف نفسينا، بمعنى ان انا مثلا كرب اسره اضطرتني الظروف ان انا اقعد عندي بنات وعندي اولاد، المفروض ان انا ازود القعده معاهم شويه، اخصص وقت حتى لو كل يوم ربع ساعه لحد من الافراد بتاعت الاسره، اسمع له،
اسمع مشاكله، ابتدي اهتم باموره، اشوفه ايام دراسته كانت ايه. احنا اباء كتير قوي بنتلخبط في سن ابنائنا وحتى في المرحله الدراسيه. انت بتقول فيها ده، ايوه انا اعرف ناس يا حبيبتي هو انت كنت في سنه كام؟ يعني السؤال ده بيتسأل يعني. تمام بالظبط كده. فالاب المفروض دلوقتي يبتدي يقرب من ابنائه اكتر، ويبتدي يشوف ايه الملكات اللي عندهم. في كل طفل فينا او في كل ابن او بنت في ملكه ما بيبقى كاتمها جواه، فهي فرصه. الحاجه الثانيه المهمه، ودي معممه في اوروبا واتمنى انها تبقى في مصر شويه، القراءه. احنا معظم القعده عندنا حاطين وشنا في شاشه تناشى يا الموبايل. دكتور، في ابحاث دلوقتي داخله علينا والاولاد قاعدين، ونقعد نبحث بقى وبنك المعرفه وهنقرا وهنعمل في حاجات كتيره جايه لا دلوقتي. الابلكيشنز بقى بتاعت الموبايل اللي طالعه جديده بدون ذكر اسمائها، وتغيير الاصوات وتغيير الشكل والمكياجات، وقاعدين بنقلد في الفنانين. لا نحاول نستثمر شويه، ما فيش مانع شويه من الرفاهيه، لكن استثمار الوقت شيء مهم جدا، لان الوقت ده فعلا غالي جدا جدا جدا. القراءه يعني ليه ما تعممش ان احنا نبتدي في الفتره اللي هي نقدر فيها رب الاسره ينزل زي ما بيتسوق، يروح مكتبه سريعا وينتقي بعض الكتب ويبتدوا الناس يقروها. طيب انا ليا سؤال، اتفضلي. الناس اللي هي حاسه يعني عندها احباط، عندها اكتئاب، هو ده اللي انا دلوقتي بتكلم فيه. في ناس انا بيكلموني في التليفون بيعيطوا، بجد بيعيطوا، احنا مش عارفين احنا مش عارفين لما ننزل ايه اللي هيحصل. طب ما في ناس تحت في الشارع، طب ما احنا لما نيجي ننزل احنا مش هنعيش جوه الشقه 40 سنه كمان ولا حاجه، احنا كده هننزل. طب ما احنا كده هنتعدي من الناس اللي تحت. الناس اللي فوق دي بقى عندها حاله اكتئاب، طبعا نعمل ايه معاهم علشان الاكتئاب اللي عندهم يقل؟ لان هم لا عارفين ينزلوا وخايفين ينزلوا. اول حاجه لازم اواجه الحقيقه، اواجه الحقيقه واعرف ايه اللي بيحصل في العالم وايه المجريات الاحداث الحقيقيه. ما الجاش ابدا ان انا اقعد اقرا واشوف السوشيال ميديا بتقول ايه. السوشيال ميديا يعني مثلا في صوره نازله ان كميه النقود والاوراق الماليه اللي مرميه في الارض، وبيقولوا ايطاليا مثلا بسبب إيطاليا الكورونا فعلا. ودي صوره قديمه كانت بسبب دوله فقيره جدا في منطقه ما كانت بدلت العمله، يا سلام، وكان حصل عندها نوع من التضخم، فالقوه الشرائيه احنا كلنا للعمله افتكرنا ان الناس يعني بقى ايطاليا ولا اسبانيا نهائيا، ابتدوا فبيرجعوا الفلوس. تاني الناس تتصور احنا هيحصل معانا كده، احنا يا دوبك المدخرات البسيطه اللي معانا دي هنرميها في الشارع، مش ملهاش لازمه، مش هنقدر نشتري بيها. لا هم الكلام ده مش صح. ان قيمه الفلوس ملهاش قيمه قدام الصحه، ان انتوا شوفوا لنا علاج علشان نعيش. ده تمام، ده تمام. يبقى اول جزئيه نعملها ان احنا نستقي المعلومه من منابعها الاصليه. يعني بمعنى ان انا لو هقعد هشوف احصائيات كاذبه ما اقراهاش خالص من اساسه. السيده وزيره الصحه بتطلع كل يوم في اول الليل بتقول بيان كذا كذا. ده المصدق. بيانات الصحه العالميه المفروض هي اللي بتصدق، فيما عدا ذلك ما صدقش، ما اسمعش خبر يجي لي من تليفون، خبر بيجيني من جاره، خبر بيجيني من سوشيال ميديا، فيديو زي برضو الفيديو التاني اللي هو الكراكه اللي بتشيل الجثث، مش صحيح. طب طب دي انا شفتها فعلا يا دكتور نهائيا، ولا وقصص العربيه حرق اللي بتنزل الجثث والكلام، مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده. دي عباره عن فيديوهات قديمه وناس كل غرضها انها تعمل نسبه مشاهده وترعب الناس، لكن ماهاش حقيقه خالص. يعني احنا كده نقول للناس ما تتفرجوش كتير على السوشيال ميديا عشان ما تكتئبش، قللوا على قد ما تقدروا وما تتفرجوا على التلفزيون. يعني الحقائق، نشوف الحقائق ونميل شويه ناحيه استثمار احنا الوقت. احنا دلوقتي بنصدق اي حاجه يا دكتور. طبعا. يعني انا لسه امبارح شايفه بقول لك في كواكب هينزل على الارض ويدمر والتنين اللي طالع والتنين المجنح وخلاص احنا 2020 مالك. زي اللي بيقول اقسم بالله نهايه العام 31 ديسمبر، فالناس قاريها العالم والناس تبتدي بقى تقول خلاص الدنيا. لا طبعا هو ده اللي بيحصل فعلا. فنحاول بس نقلل شويه من السوشيال ميديا ونميل على القراءه، ونبتدي كل اب يقعد مع ابنائه ويشوف ايه ملكاته ويشوف ايه متطلباته، ويكتشف ابنائه في الوقت اللي هو ما كانش قادر ان هو يقعد معاهم بسبب عمله وبسبب شغله. طيب عايزين دلوقتي نعرف بقى ايه هي اخر مستجدات الكورونا، ايه اللي حاصل معانا اتصال من حسين من الجيزه. اوكي تحياتي للبرنامج وضيف البرنامج. ميرسي، اتفضل. انا بقى بصراحه حبيت اشارك في البرنامج، وبالمناسبه كده سمعت حضرتك بتقولي اخر مستجدات الكورونا. اقول رايي انا عن الكورونا الشخصي بتاعي انا. اتفضل.
خلي اعتقادك في ربنا سبحانه وتعالى جامد قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيجيب لك ضرر. خلي روحك المعنويه ومعنوياتك عاليه جدا جدا جدا، انه كل سبحانه ما كتب الله لنا. اكيد اتبع التعليمات اللي بتقول عليها وزاره الصحه والدوله والتزم، وان شاء الله باذن الله مش هيكون في اي حاجه خالص. انا بعتقد ان كورونا بيتسلل الى الناس عن طريق الوهم، الاول يضعف له جهاز المناعه ويبدا بعد كده يتعب الانسان. انا متشكر جدا، وده رايي البسيط، وتحيه لحضراتكم. شكرا طبعا. جدا شكرا جدا ليك بجد، حلو قوي الكلام، وفعلا كلامه مظبوط جدا. معنا تليفون تاني؟ طب تمام قطع. اوكي طب يا دكتور، احنا نرجع تاني ونعرف ايه هي برضو مستجدات اللي حصلت. احنا تقريبا بنتابع دلوقتي اسبوع باسبوع، ونعرف كل مره ايه الجديد اللي بيحصل. طب ايه اللي جديد دلوقتي حاصل معانا في موضوع الكورونا؟ تمام. بالنسبه في علاج ولا ما فيش؟ الناس اصاباتها بتقل ولا بتزيد؟ ايه الدنيا؟ طيب انا بشكر الاستاذ حسين الاول اللي كان في المداخله التليفونيه. هو طبعا الحاله النفسيه بتفرق كتير بالنسبه للمريض، لكن اللي انا عايز اقوله ان الكورونا فيروس حقيقي، لان في ناس كتير قوي تشككت وقالت ان هو وهم. هو مش وهم، هو فيروس بيتفصل وبيتشاف وليه تحليل متخصص، ما ينفعش يكون لاي فيروس تاني. طيب وانا بحييك على الكلام. اتفضل. معلش يا دكتور. معانا تليفون ايمان من كفر الشيخ. قول الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي حبيبتي. لو سمحت بقى سؤالك. اطفالي وازود مناعتي ايه؟ ازاي ازود مناعه الاطفال؟ ازاي تزودي مناعه الاطفال؟ حاضر اوكي ماشي شكرا يا ايمان. ازاي نزود مناعه الاطفال؟ مناعه الاطفال الاساسيه طبعا من التغذيه. وفي برضو مشكله كبيره قوي بتواجهنا وبتواجه الاطفال بالتحديد، مرحله الحظر دي او فتره الحظر، ان معظم نمو او غالبيه المسبب الاساسي لنمو العظام في الاطفال هو فيتامين د. وفيتامين د اساسا اللي هو بياخد الكالسيوم ويحطه في العظام. الكالسيوم الجير بتاع العظم. فوجود الطفل بعيد عن الشمس فترات طويله ممكن يسبب نقص فيتامين د بالنسبه للاطفال والسيدات، فبالتالي ممكن يؤدي الى لين العظام والتاثير على النمو. دي حاجة. إنما بصفة عامة المناعة بتاعت الطفل بتتقوى بالتغذية، التغذية الطبيعية. إيه بقى اللي ممكن فعلا ياكلوه علشان تقوي المناعة؟ هو طبعا على حسب المرحلة السنية للطفل طبعا، إنما هنتكلم بصورة عامة اللي هي طبعا الفيتامين عموما، فيتامين ألف وب وجيم ودال، ودي طبعا الخضروات واللحوم والألبان والدواجن والكبدة. الحاجة التانية الفواكه الطازة برضو والإكثار منها، والاقلال من العصائر والحاجات بقى المصنعه والطعومات المصنعه والالوان الصناعيه. يعني نرجع للحاجات اللي هي الخضار والفاكهه. يستحب ست البيت تحاول قدر امكانها يبقى طهو برضو الخضار. احنا بنطهي الخضار قوي، عايزين حاجات فريش كده. حاجات فريش كتير. يعني الخضار افضل حاجه يبقى يا دوبك مسلوق نص سلقه. دي بالنسبه للاسره مفيد جدا. والفواكه وتفتكر الاطفال هياكلوا يا دكتور الخضار مسلوق نص سلقه؟ بياكلوه لو كلوه بيبقى بياكلوه بالعافيه. لا لا بياكلوه بالكاتشب، لو اتحط عليه كاتشب او اللي هي المايونيز. انا بحط عليه كاتشب ومايونيز وفوق المايونيز كل ومسترده وكل حاجه، ما بيتاكلش برضه. مش عارفه من تمام. عايزين برضه نعرف دلوقتي بقى سؤالنا، ايه هي مستجدات الكورونا دلوقتي بالنسبه ان احنا في الاسبوع الكام دلوقتي يا دكتور؟ السادس باين؟ احنا لا داخلين في الاسبوع الثامن مش السادس. الثامن يا ما شاء الله. تمام. دلوقتي ايه بقى اللي حصل دلوقتي؟ هو طبعا هنقول تاني كلام كنا قلناه برضو الحلقات اللي فاتت، ان احنا كان معظم الوقت كنا بنقول احنا بنخاف من نقله عن طريق التلامس والاسطح. دكتور عبدو معانا تليفون. أوكي. يا دكتور معلش. دكتور عبدو من القاهره. الو. ايوه يا فندم صباح الخير. صباح النور. استاذه رولا ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ احنا بنشكركم على المعلومات المفيده اللي بنديك بيها اهلنا بخصوص فيروس كورونا والوقايه منه. ميرسي. لكن من فضلك كنت عايز اسال سؤال للدكتور عبد العال. اتفضل. بخصوص اهميه اجهزه التنفس الصناعي في حاله فيروس كورونا، ايه احدث كلام في الموضوع ده؟ ماشي يا دكتور، ميرسي جدا لحضرتك. ميرسي. اجهزه التنفس الصناعي ما هياش بالضروره بنحتاجها
لمريض المصاب بكورونا او الفيروسات المشابهه اللي بتؤدي الى تلف الجهاز التنفسي، الا في حاله حاجه بنسميها احنا الفشل التنفسي. الفشل التنفسي ده اللي هو بيبقى فيه نقص شديد في غازات الدم، الاكسجين تحديدا، وارتفاع في ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي المريض ما هوش قادر ياخد نفسه بطبيعته، فبالتالي بنحتاج ان احنا نخدره ونوصله بجهاز التنفس الصناعي. وانا بهيب ان كل يعني كل الاجهزه او كل الناس اذا كانت هتتبرع يبقى في صالح اجهزه التنفس الصناعي، لان دي هي دي المرحله الصعبه للمريض. وده الكلام اللي انا كنت هقوله على المستجدات. طيب معانا دلوقتي تليفون تاني، معلش يا دكتور. معانا مين؟ حسام. حسام، حسام من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ عامل الحمد لله. اتفضل، ايه سؤالك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا كنت بس عايز استفسر عن حاجه. اتفضل. هو دلوقتي كان في ناس بتقول ان معظم الكلور بيبقى تمام، ممكن يبقى وقايه من الفيروس نفسه، صح؟ ايه السؤال تاني معلش؟ الكلور. كلور. كلور. ساعات بيقولوا يبقى تمام، يبقى كويس من الوقايه. طبعا الكلور من المنظفات والمطهرات اللي هي بتبقى قاتله للفيروس طبعا، بالنسبه للماتيريال اللي هي المواد والاسطح، ده شيء اساسي الكلور. واحنا قلنا تحضيره ازاي، ان هو ال 10 لتر بيبقى ميه، بنفضي لتر بنحط عليهم لتر كلور في جيركن كبير، وده بيكفي الاسره انها تطهر الاسطح والارضيات. بس نصيحة بس يا جماعة، ما حدش يغسل بيه هدوم، عشان هتلاقوا الهدوم كلها تحولت إلى لون أبيض، كلها باظت في بعض. تمام، خدوا بالكم من الحتة دي. ماشي يا دكتور. طيب احنا في كنا في تليفون تاني؟ اوكي. طيب ماشي اوكي. كمل. كنا بنتكلم عن المستجدات، واللي احنا قلناه قبل كده ان احنا كنا بنتكلم على العدوى بتاعة الفيروس وانتقاله، كنا بنتكلم انها أكثر عن طريق التلامس وليست عن طريق الهواء. خلاص، هو ثبت ان هو ايربورن، يعني عن طريق الهواء، عن طريق الرذاذ، او عن طريق العطس، او عن طريق حتى الكلام من القرب، ممكن ان هو ينقل عن طريق الهواء. بالمقام الثاني بقى التلامس عن طريق الاسطح، ده الكلام طبعا اللي باكد عليه قلناه قبل كده. اما الجديد هو فكانوا بيتكلموا ان هو ان الفيروس ده بيسبب التهاب رئوي زي بقيه مجموعه سارس كلها. تمام، الحمد لله. هو طبعا سبب الوفيات اللي حصل صفة تشريحية وتشريح لبعض الجثث اللي توفت، لقوا ان الفيروس ده بطريقة مختصرة بيسبب جلطات صغيرة في الحويصلات الهوائية اللي هي بتساعد على نقل الغازات اللي هي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من وإلى الهواء والدم، فلقوا الكلام ده كله. فبالتالي استخدام مضادات التجلط مع العينين بتوع الرعاية المركزة اللي الدكتور كان بيقول أجهزة التنفس الصناعي، كان صعب قوي ان تحطي راجل كبير او حد كبير على جهاز تنفس صناعي جوه الرعايه ويعدي منه، صعبه وقليله. لكن اتفضلي. معلش سوري يا دكتور. معانا احمد. معاك يا فندم. اتكلم الدكتور معلش. اتفضل. معالي الدكتور معلش، اعراض الكورونا يا ريت حضرتك تذكرها لنا، عشان انا باجي بالليل كل يوم بحس بدوخه وزغلله ومغص في بطني. استاذ احمد، مهم جدا ان حضرتك نمره واحد تشيل الوهم من جواك ومن المحيطين بيك. تمام، ده وهم ناس كتير. لان احنا في موسم تغير فصول دلوقتي، وحضرتك تذكر السنه اللي فاتت في نفس الوقت جالك دور برد مره واثنين وثلاثه. الكورونا يا عزيزي ليست برد وليست انفلونزا عاديه، هي ارتفاع شديد في درجه الحراره واجهاد شديد وتكسير جامد في الجسم يصحبه نهجان وكرشة نفس مش عادية، ومش هتروح لوحدها أبدا كده ببساطة إلا تحت إشراف طبي. تمام، فما تتوهمش أبدا الموضوع ده، وعيش حياتك العادية والصحية بلا وهم. بس لو شاكك يا دكتور مش يروح يعمل تحليل أفضل؟ احنا بنقول لو ارتفعت درجة الحرارة أو حس بكحة وكرشة نفس طبعا يتوجه لأقرب مستشفى حميات أو يطلب 105 وهم هيتصرفوا في الموضوع. تمام، شكرا يا احمد، شكرا. طيب نكمل موضوعنا يا دكتور. فكنت بقول لحضرتك ان هو صعب جدا جهاز التنفس الصناعي يوضع في فشل تنفسي على حاله التهاب رئوي،
ويعدي منها. دلوقتي الحمد لله باستخدام مضادات التجلط بعد ما عرفنا طبعا الصفة التشريحية وتأثير الفيروس على الحويصلات الهوائية، لقينا ان في بعض الناس ابتدت تتحسن وبيتفكوا من على أجهزة التنفس وبيشفوا الحمد لله. الحمد لله طبعا. معانا تليفون تاني يا دكتور. معلش زينب من القاهرة. الو صباح الخير. ايوه يا زينب. انا بشكر حضرتك جدا، انا بشكر الدكتور على البرنامج الجميل ده. كنت عايزه اسال الدكتور عن حاجه لو سمحتي. اتفضلي معاكي الدكتور، اتفضلي حضرتك. بعد اذنك راي الدكتور ايه في الناس اللي بترفض انها تستلم اهاليها بعد ما يجي لهم كورونا ويتوفاهم الله؟ دي حاجه وحشه جدا حصلت الايام اللي فاتت، يا ريت نعرف راي الدكتور فيها. ماشي يا زينب، اوكي حاضر، هخلي الدكتور يرد دلوقتي يعني. تمام تمام تمام. هو ده طبعا كان احد يعني اللي كنا محضرين نتكلم فيه، لكن طالما ذكر انا هرد عليه. طبعا هو اجتماعيا شيء مرفوض ومستهجن ان يبقى في يعني الموت عندنا حتى ليه حرمه، يعني الموت عندنا حتى في كل الاديان، في كل اديان العالم ليه حرمه وليه طقوس خاصه. فانا شايف ان هو شيء بشع جدا ان انا امنع دفن اي شخص متوفى باي مرض ان كان. يعني طب انا عايز اسال سؤال، ايهما اخطر، الايدز ولا كورونا؟ الايدز. ليه؟ الكورونا بيشفى، الايدز لا يشفى. تمام. ما سمعناش ان حد سمعنا ان هو خرج من مستشفى حميات عنده ايدز وفيه، وان الاهل او القريه رفضت نهائيا. يعني يعني بتوع الايدز كانوا بيدفنوا في المدافن عادي؟ عادي جدا، ما فيش مشكلة. هو بس اللي أنا عايز أقوله للمدام إن الـ 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 الفيروس بيموت. بكرر، الفيروس ده مش كائن يا جماعة، ما هوش كائن حي يتكاثر، مش كائن حي، ده مادة شفرة وراثية جوه بروتين بتنتقل ولا يتكاثر على الأسطح ولا يتكاثر داخل الجسم الحي. فالفيروس بيموت مع المتوفى. يعني بيموت. بيموت. يعني لكن الناس لما في حصلت حاجة كده على السوشيال ميديا من فترة، مش عارفة جايين يدفنوا حد في قرية أو في بلد مش فاكرة. والناس اعترضت. لا طبعا لا مش صح. ليه بقى؟ لأن محطوط في وزارة الصحة محطوطة بروتوكول لغسل متوفى الكورونا ودفنه. بيغسلوه؟ طبعا غسله بطريقة اللي هي بيسكب عليه الماء وليس عن طريق التلامس والدعك، ليها طرق معينه بحيث ان نفس احتياطات التعامل مع المريض. مش كده هيعدي يا دكتور لما يغسلوه؟ مش ما هو لا لا، صرف السوائل اللي بتنزل منه، لان هو سوائله اللي جواه هي اللي فيها الفيروس وليس عن طريق الجلد. طب يعني الطريقه ايه في التغسيل؟ بي 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 بيسكب عليه الماء بدون دعك وبيلف في اغشيه او في اكياس نايلون ما بتعديش السوائل، وبيلف جيدا وبيوضع في النعش او التابوت وبينقل بامان. ما ليس معدي، ووجوده داخل المقبره مش هينشر، لان الفيروس هيموت معاه. يعني الفيروس هيموت معاه، مش هينشر بقى الدنيا والدنيا. بص حضرتك، الفيروس غير البكتيريا، البكتيريا بتتحوصل وبتقعد في التراب سنين. طب هو في سؤال معلش، ليه بره بياخدوا الناس بيدفنوهم في مكان كبير؟ يعني انا شفت بقول لك العربيه وبينزلوا بقى كميات. تمام. يعني ليه ما دفنهمش في المدافن ما دام احنا اجتماعيا شويه بنيجي عند الوفاه وبنلتزم ان هو كل فرد. الناس احيانا لما بيموت في اسره منها بيتنازعوا عليه، لا هيندفن عندنا هيندفن عندنا. مش ده بيحصل؟ ده بيحصل، كل واحد عزيز عليه المتوفى بتاعه. لكن اللي حصل في القريه دي بصراحه امر مستهجن وغريب، ولازم الناس تبقى يعني شويه. هو جزء يعني هي جزء من ثقافه الهلع اللي اصابت المجتمع، متصورين ان كورونا ده وحش غادر لمجرد ان واحد عنده كورونا هيدفن في البلد عنده. هي مش صحيح. مش احمد معانا تليفون، معلش يا دكتور. ايوه احمد من الفيوم. اوكي. أيوة. الو. ايوه اظن استفسر حاجه بتكسر بس. اتفضل سؤالك. ايوه طب وطي التلفزيون عشان تسمعنا كويس يا استاذ احمد. ايوه ماشي. انا معاك تمام. سؤالك. عند العيا كده في كحه، بيكح تملي كده على طول. ايه؟ بيكح على طول كده. بتكح دايما على طول. ايه طب دكتور معاك، اساله يا دكتور. استاذ احمد، في ارتفاع في درجه الحراره؟ لا مش قوي يعني. لا خلونا كده عشان نرمي شوقه. انت مدخن؟ ايوه مدخن. طب يا استاذ احمد ما هيتحلت اهي المشكله، خف التدخين شويه وزور اي طبيب جنبك يعالجك، لكن اللي عندك مش كورونا. ماشي
الناس كلها بقت خايفه يا دكتور. الناس كلها بقت خايفه. هو مدخن وبيكح الناس خلاص. يعني انا بقول لك بجد، يعني احنا بنشك دلوقتي لو احنا عندنا شويه برد. ايه ده؟ هي السؤال اللي انا عايز اساله بقى هو ده السؤال اللي انا عايز اساله. منين خايفه ومنين في الشارع؟ اه دي يعني حقيقة. انا يعني انا لا اتخيل ابدا يعني كمية الكثافة في الميادين بالنهار. الناس طب خايفة منين ونازلة الشارع منين؟ وبتجيب يا مش رمضان وكل سنة وانتوا طيبين مش متخيل. والناس كلها تحت في الشارع يا دكتور. والله يا جماعة هنقدر يعني نقدر نعدي سنة كده من غير اليميش. أم صلاح كفر الشيخ يا دكتور. أوكي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم صلاح. إزي حالك؟ الحمد لله. اتفضلي سؤالك للدكتور إيه؟ أنتِ طيبة. الحمد لله والله. طيبة يا حبيبتي. كل سنة طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. وانت طيبة وبخير يا حبيبي. وادعو الله سبحانه وتعالى ان يكون شهر كده ربنا يزيل هذا البلاء عن أمة محمد أجمعين. آمين إن شاء الله يا رب. بفضل الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن. آمين. اتفضلي سؤالك. والله كنت عاوزة أقول رأيي. اتفضلي. في موضوع الطبيبة اللي أهل البلد رفضوا إن هم يستقبلوها. لأن دي ما ينفعش، لا من المروءة ولا الشهامة، لأن إكرام الميت دفنه. ايوه صح. وهي كانت يعني طبيبه حتى لو ما كانتش في ميدان العمل وقت دفعتي. أيوة. ومعرضه نفسها للخطا، ازاي جابلها بالطريقه دي؟ ده شهيده. أيوة. وربنا كرمها عنده. صح صح صحيح. معاكي حق يا ام صلاح. دكتور لو سمحتي. نعم اتفضلي. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. والله يا دكتور ابن بنتي طفل عنده سنتين. والانف بتاعه يعني صحاحه كده على طول. تمام. غير برد من غير حاجه. تمام. ماشي يا دكتور. تمام. ماشي ماشي خلاص يا ام صلاح، هنجاوبك دلوقتي على السؤال. وشكرا جدا لتليفونك يا ام صلاح. طيب اللي بنسميها رانينج نوز دي، اللي هي في طفل صغير بيبقى لها اسبابها يا ام صلاح. بيبقى اسبابها غالبا تضخم اللحميه واللوستين. تمام. او اعوجاج خلقي في الحاجز الانفي. تمام. او وجود زوائد داخل الانف. فارجو حضرتك اي طبيب انف واذن جنبك اعرضيه عليه، لو كان اللوستين واللحميه استئصالهم هيخفف القصه دي، او لو كان في عنده زوائد انفيه او عجاج حاجز انفي خلقي بتتصلح. سمعنا يا دكتور انه في دلوقتي علاج جديد في اليابان. ايه اخبار الموضوع ده؟ ده بجد ولا دي حقيقه؟ هو ما هوش علاج جديد وما هوش دواء جديد. هو كان من سنين عديده في نوع معين من العلاج كان بيعالجوا بيه فيروس الايبولا. تمام. فيروس الايبولا ده كان بيصيب الانسجه بالتاكل، فكان ناجح ضد فيروس الايبولا، لكن هم بيقولوا ان هم جربوه على بعض حالات الكورونا ونجحت. فالحقيقه يعني اخر اخبار وصلتني بس لسه مش عارف اذا كان فعلا جرب في مصر او لا، لكن ابتدى في حوالي 30 دوله. ابتدى التجريب ولسه نتائجه ان شاء الله هتطلع الاسبوع ده. ودي حقيقه فعلا. طيب معانا تليفون ياسر من الدهليه، نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اتفضل. اكلم بعديك الدكتور. اتفضل الدكتور معاك. ربنا يبارك فيك. اتفضل سؤالك. حضرتك يا دكتور، الاولاد عايزين ياكلوا رنجه وحاجات من دي، ديت تضرهم؟ اكيد. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه. هو يعني الرنجه تحديدا او الاسماك المملحه تحديدا ما هياش حاجه خاصه بالكورونا، انما هي بصفه عامه الاسماك المملحه طبعا ضاره. ان لم يكن مصدرها معروف يمكن اقل ضرر فيها هي الرنجه، لو انت عارف مصدرها. لو نظيفه ومعروف انها مصدرها كويس ومغلفه. ده شم النسيم المجتمع كله. ده اللي انا بقى عايز اقوله له. بص حضرتك نصيحه، ما تمشيش مع المجتمع في الاكل وقت العيد. ليه بقى مش وقت العيد؟ ليه؟ لان وقت العيد بيبقى فيه كميه مشتريات زياده قوي. بيطلع فيها الغس والسمين. الحاجة الكويسة، وبتطلع حاجة اللي المخزونة. زي أيام شم النسيم، أيام مولد النبوي وحلاوة المولد اللي هي معمولة. احنا داخلين على شم معمولة النسيم تحت يا دكتور اهو خلاص. تمام. كلها كم يوم. فأنا لا أنصح باستخدام الأسماك المملحة. قلنا خلينا الأيام دي في الحاجات الطازجة، الأسماك الطازجة من فضلك، والأطعمة الطازجة. ابعد على قد ما تقدر على الأسماك المملحة. تفتكر يا دكتور الشعب المصري يوم شم النسيم مش هياكل فسيخ ورنجة؟ والله ولا أنا شايفه منه من نزوله من الشارع رغم الهلع اللي هو فيه ده هياكل كل حاجة. بالظبط، خلينا واقعيين. صح. طيب أنا عايز أسألك سؤال. إيه اللي إحنا استفدناه وتعلمناه من موضوع الكورونا ده؟
الكورونا اول حاجه في نفس قوي كده طلعنا بيه. الكورونا اول حاجه خلى الارشادات الصحيه بتاعت زمان اللي كانت بتكتب لنا على ظهر الكراسه اغسل يدك قبل الاكل وبعد، اغسل وجهك مش عارف ايه. كنا حتى قبل ممكن مصلح؟ طبعا معانا تليفون تاني يا دكتور. ام صلاح تاني، هي نفس الشخص ولا حد تاني؟ انا كنت عاوز اسالك على سؤال ونسيته، وهتصل تاني بالله عليك اساليه للدكتور. حاضر، اتفضلي السؤال معاكي يا ام صلاح. والله اختي ست كبيره وبيجيها الدوار دايما. ماشي. فانا عاوزاه يعني ينصحها ساعه ما يجيها نعمل لها ايه، يعني هو طالع لها علاج، هل تستمر على العلاج ده تاخده على طول، ولا ساعه ما تفك شويه بعد يوم ولا اتنين تقطعوه؟ طب اسالك سؤال، الدوار تنام ازاي، تقعد ازاي؟ طيب معلش هسألك سؤال كده شوية بحث شوية، لما بيجي لها الدوار وتحرك دماغها يمين أو شمال بيزيد ولا بيبقى زي ما هو؟ لا بيزيد، وبتبقى جذور رقبتها تعباها. تمام مش قادرة تتحرك. تمام. لا مش قادرة تتحرك ولا تتكلم ولا أي حاجة خالص. تمام خلاص ماشي. أنا هوجهك الدكتور رد على دلوقتي عشان هي بتسمعك دلوقتي. تمام خلاص ماشي. تمام. يا أم صلاح هنجاوبك دلوقتي. الدكتور معاك هيجاوبك. بص شكرا. يا أم صلاح، أول حاجة طبعا موضوع الدوار ده بيبتدي من عند الطبيب الباطني، يعني الطبيب الباطني يشوفها الاول. تمام، يشوف الضغط. تمام، ويشوف اي علامات اللي هي الدوره الدمويه بتاعه المخ كويسه او لا، وده هيعرف. لو اكتشف انها الدوار ده بسبب جهاز الاتزان في الاذن الداخليه وليس الوسطى زي ما الناس كتير بتقول. الاذن الداخليه اللي هي جزء من جهاز الاتزان المخيخ، فيجب التوجه اما لطبيب المخ والاعصاب او طبيب العصبيه او طبيب الانف واذن، هيعمل الفحوصات اللازمه اذا كان هيعمل مقطعيه او رسمه مخ، وهيديها العلاج اللازم. تمام. احنا ما كملناش اللي اتعلمناه من الكورونا يا دكتور. الكورونا علمتنا نغسل ايدينا قبل الاكل وبعده، نركز قوي. احنا كنا علمتنا النظافه. كنا بننتهض بالظبط من الاخر يا دكتور. وزي كده السبريهات وطول ما احنا ماشيين ما كناش ماشيين نعمل كده ونعقم في ايدينا. هي علمتنا فعلا النظافه كتير، علمتنا الارشادات الصحيه، علمتنا التغذيه السليمه، علمتنا نخاف قبل ما ناكل الرنجه زي الاخ ده ما بيسال. تمام. واتمنى انها تعمل طفره صحيه في المجتمع. ابتدت كمان الناس ياخدوا بالهم من ان المستشفيات دي ثروه قوميه ويحافظوا عليها، مش زي مثلا واحد داخل استقبال المستشفى داخل بيتخانق. الاطباء في حد ذاتهم الواحد ما بيشكرش في نفسه، بس الاطباء بيعدوا ثروه قوميه. لا دلوقتي انتوا الاطباء والتمريض ماسكين راس الحربه يعني، والله مش راس الحربه، هو احنا اللي في وش المدفع. طبعا الاطباء والتمريض يا جماعه والعاملين بالمجال الصحي، ارجوكم دي ثروه قوميه. تمام، الحفاظ عليها زي ما بيقولوا كده في السلم والحرب، يعني مش بالضروره يبقى في جائحه ووباء عشان ناخد بالنا منهم. الحاجه الثانيه المنشات الصحيه، حتى اللي داخل القرى البسيطه اللي تجهيزات بسيطه نهتم شويه بتطويرها. دي من الحاجات اللي احنا استفدناها لوجود فيروس الكورونا. تاني حاجه هو علمنا برضو ان في حاجه اسمها اسره وبيت. يعني احنا يمكن قعدنا في بيوتنا فتره طويله، بس ارجو ان بعد الجائحه دي ما تمر، وان شاء الله هتمر قريبا. انا ابتديت اكتشف ان البنات مثلا عندي ليهم صاحبات، ايه يا حبيبتي مين دي يا ماما؟ دي صاحبتي. مش ابتدي اعرف بقى مين صاحبتها، صاحبتها ايه، بتتكلم. ابتديت اعرف اصحاب بناتي مثلا. فعلا قعدتنا في البيت عرفتنا دواخل بقى، عارف اللي هو انت بتقعد بقى معاها وتشوف ونتكلم. والبنات وحس. البنات برضو البنات يبتدوا يهتموا في البيت بقى الفنون فنون الطبخ. اسكت من فنون الطبخ فنون يا دكتور، عشان كان المطبخ خيولة الاسبوع اللي فات. حضرتك ابتدوا يعني يطلعوا بقى في دماغهم دلوقتي. البنات يقول لك ايه، مامي انا هساعدك. تمام يا حبيبتي، تعالي ساعديني. ولعت، كانت هتولع في المطبخ وهي بتساعدني. يعني ما شاء الله فنون يعني. بس يعني بدات الحمد لله وبتساعد. هو حسسنا كورونا بصراحه كتر خيره يعني في الحته. أيوة. دي ان احنا لينا بيوت ولينا اهل، وان القعده مع الاهل كانت زمان. يعني انا من جيل قديم شويه. قبل الموبايلات ويمكن مع بدايات التلفزيون. كان يا دوبك التلفزيون ساعتين ثلاثه كانت احلى ايام. والباقي لا انت ما افتكرش انك ابقى ما اعرفش، بس ما كانش في الموبايلات اللي هي ان انت قاعد على السوشيال ميديا طول الوقت. كان اخرنا الموبايل اللي كان فيه دوده حضرتك، وبنقعد نلعبها. هي دي اللي كنا بنلعبها زمان، اقصى لعبه ممكن نلعبها في حياتنا واحنا قاعدين على الموبايل. دلوقتي احنا كل حاجه على الموبايل. كورونا قرب الاسره وعلمنا النظافه. بتحس ان الحياه توقفت بقى،
النت ده لو اتقطع الحياه وقفت خلاص. لا انت مش هتوقف، ده انت بتشوف الناس انفاسها بتتوقف يعني. لا بدون شك يعني. يا ريت يا ريت، بس انا بوجه الكلمه للناس ارجوكوا الكتب يا جماعه، نرجع للكتاب تاني. النت وجوجل عليه كل حاجه، بس الكتاب الكتاب ارجوكم يعني. ده دلوقتي حتى دلوقتي اللي عايز يقرا من اي كتاب مقدس اذا كان انجيل ولا قران بيفتح جوجل. دي حقيقي. طب ما المصحف جنبي. لا لا لا، اصل كمان بيبقى فيه مثلا كتاب مقروء انت تسمعه. ناطق. مش هتقعد تقرا بقى انت. عايزين نرجع للكتب تاني على قدر امكاننا، نرجع للكتب لان القراءه دي هي اساس تقدم الامم كلهم بدون شك يعني. صح. طيب هنطلع لفاصل صغير وهنرجع تاني، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع دكتور دياب. يا دكتور، انا يعني لاحظت من كام تليفون كده الناس ابتدت يعني هي فعلا متخوفه ومرعوبه من موضوع الكورونا، تمام؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ احنا ممكن الناس اتوهمت، يعني فعلا عندنا حاله الوهم. تمام. يعني ما فيش حد دلوقتي بيجيله شويه سخونه صغيره، بيكح، بيحس ان هو عينه زغللت، بيحس انه تعب خفيف، يقول لك خلاص ده انا شكلها اعراض كورونا، ابعدوا عني، شكلي هموت. وممكن وهو ما عندوش حاجه يتعب نفسيا ويتعب جسمانيا ويتعب قوي. المفروض نعمل ايه؟ يعني المفروض الناس تعمل ايه؟ يعني من الاخر، عشان انا لاحظت كذا تليفون جه بالطريقه دي، الناس خايفه وبتقول لك انا طب الكحه دي يا دكتور هي كورونا، طب فرشه النفس دي ربما تكون هي. الناس ابتدت تبقى خايفه. تمام تمام. نعمل ايه بقى؟ طيب اول حاجه، هو الكورونا مش هيجي لك من البلكونه ومش هتفتح الباب يبقى واقف لك على عتبه الباب، مش هيحصل. طالما حضرتك التزمت بالحظر وقعدت الساعات بتاعته في البيت، وبالنهار هتنزل اذا كنت للضروره لعمل سريع وترجع مع كل احتياطات الامان اللي انت هتاخدها، مش هيجي لك كورونا. وتذكر السنه اللي فاتت في نفس الوقت لما جالك دور برد وجالك سخونيه وكحه ونزلت والناس تقول لك اقعد استريح، ده دور برد لازم تقعد تستريح، ما كنتش بتستريح. ما هو كان عشان السنه اللي فاتت يا دكتور ما فيش كورونا ومفيش كلام عن كورونا ومفيش العالم بيتكلم. بفكره ان فيروس البرد برده لسه موجود. فكونك سخنت شويه ولا عطست ولا كحيت الكحه البسيطه ولا السخونيه البسيطه دي مش كورونا. امتى يبتدي يخف؟ مع الحراره العاليه اللي مش راضيه تستجيب. يعني طب انا في سؤال بقى عايز اساله لك. اتفضل. في ناس بتبقى ماشيه وهي مش عارفه ان هي عندها الكورونا. تمام. وممكن ما يكونش سخنه. تمام. لان انا سمعت ان الكورونا مش شرط يبقى فيها درجه حراره مرتفعه بدرجه فظيعه، ممكن تبقى 38 ونص، والناس ماشيه بتنشر ما شاء الله عليها وبتسلم على بعض وبيحبوا بعض والدنيا تمام في الشوارع. تمام. طيب الناس دي نعمل معاها ايه؟ طب ايه الحل؟ احنا مش هنعمل، مش هنقدر نعمل. ليه؟ انا قلت لحضرتك برضو ان انا عندي الكورونا 80% لا تكتشف وبتخف تلقائيا. تمام. انا عندي فتره حضانه من 4 أيام لـ14 يوم. الشخص ده بتبقى دخله الفيروس ومش ظهر عليه اي اعراض تماما. ما دي مشكله، دي الكلمه اللي انا بتكلم فيها، انا مش ظاهر عليه اي اعراض وماشي بينشر بقى. انت عارف احنا بنحاول ليه نقول للناس اقعدوا في بيتكم؟ علشان المريض هتبدا تظهر عليه الاعراض نعزله، يبقى انا عندي اصحاء وعندي معزولين. المنطقه الوسطى اللي بتبقى موجوده في الشارع وفي الاسواق ده شيء في منتهى البشاعه. ليه؟ السوق ده فيه ناس نمره واحد حاملين للفيروس ولسه ما ظهرتش الاعراض، او شايلين اللي هم ال 80% اللي شايلين الاعراض بطريقه بسيطه وبرده موجودين بوسط الناس. فاحنا بنقول العزل او الحظر ليه؟ علشان اشخص بعض الناس واقول يا جماعه دول مرضى هنعالجهم. والباقي اصحاء الى ان يعالجوا ويخرجوا. لكن المنطقه الوسطى اللي موجوده في الشوارع الاسواق هي دي الخطيره، وهي دي اللي بتخلي الموضوع ما انتهاش لغايه دلوقتي. انا بحس الناس يا دكتور في الشارع دي ولا بتسمع تلفزيون ولا بتتفرج على سوشيال ميديا. انا لا ولا فارق معاها الموضوع. انا شفت بعين اسواق مزدحمه بطريقه لا تتخيل. انا شفته على السوشيال ميديا امبارح يا دكتور. العتبة. تقريبا كان في اسكندريه. لا العتبه. دي العتبه؟ العتبة. لقيت ناس وعمالين يرموا حاجات لبعض تحس ان هم بيوزعوا حاجه. الكلام ده كله طبعا. شفت شيء. طب ده ايه؟ الكورونا مش هتلاقي مكان عامه يعني، فاحنا مش هنقلق. لا مش المشكله، المشكله ان كل يوم من الايام دي بيحصل بعد حوالي اسبوع يعني من 4 لـ14 يوم بتظهر حالات جديده. لان حتى انا قلت قبل كده ان
العدوى بالنسبه للفيروس ده في مكان مغلق 100%. 100%، يعني لو واحد موجود في مكان مغلق مع مجموعه وعطس هيعدي 100 كلهم، مش هقول هيعدي 100 يعني وعطس مية. بس كده يعني ما جوش ما سلموش عليه ولا اتكلموا معاه ولا لا قلنا العدوى بتاعته عن طريق الهواء. فهي مشكلته مش في خطورته، دي اللي انا عايز اقوله، مشكلته مش في خطورته، لان خطورته بتكمن على يدوبك 10 يعني 20%، 400% وفيات، و16% بيشفوا، وال80% لا يكتشف وبيخفوا تلقائيا. يعني احنا هنا في مصر 4% وفيات بس بالنسبه، ولا بالنسبه لا للعالم؟ لا ده عالميا، عالميا الفيروس ده نسبه الوفاه فيه، و4% دي بتبقى غالبا. 4% ازاي يا دكتور؟ ده انا بسمع الوف مؤلفه، بسمع 1000 في يوم، 800 على في يوم. بنتكلم على الاحصاء على عدد كبير، احنا بنتكلم ده في ده الوف. انا بتكلم على بره، ايطاليا، اسبانيا، المانيا، امريكا. بالنسبه لالمانيا هي قليله فيها، ايطاليا خلاص ابتدت الدنيا تنحصر شويه. تنحصر. وانا سمعت خلاص ان الاسبوع اللي فات الاردن اعلنت وقبلنا قريبا ان شاء الله، وقريبا ان شاء الله هننتهي منه. يعني انت متفائل بعد قد ايه يا دكتور مثلا؟ يعني عشم الناس كده واديهم امل في بكره عشان الناس نفسيتها محطمه. يعني كل الكلام اللي بيجي لنا كله ان على اخر خمسة اخر مايو ان شاء الله. افرح يا شعب يا ان شاء الله كده على اخر خمسة بس يعني. نقدر نكون قبل كده لو التزمنا بمنازلنا، وما فيش التزام. يا دكتور يا صدقني انا الدنيا زحمه. المشكله ان الناس مش واخده بالها من حاجه، ان المرحله الثالثه هي طبعا منظمه الصحه العالميه امبارح قالت حاجه مبشره، قالت ان مصر مش هتخش في المرحله الثالثه. طب الحمد لله. تمام. بس الكلام ده بايدينا احنا. بايد المواطن العادي، الفرد العادي اللي في الشارع، انه لو التزم. تعرف ان احنا ربنا سترها معانا. أكيد، أكيد ربنا صدقني سترها معانا باللي احنا فيه ده كله. أكيد، أكيد. والاعداد اللي احنا فيها الحمد لله، يعني اكيد ربنا سترها معانا. 120 130 وفيات 5 6 7 وهيسترها معانا. بس حتى برضو يعني حتى لو واحد احنا عندنا مناعه يا دكتور. مناعه احنا مصريين عندنا مناعه في ايه؟ احنا مناعتنا قويه. يا رب. انا بتمنى، لان برضو السؤال ان هو الفيروس ده لما بيجي ما بيرجعش تاني، او هو ما رجعش لغايه دلوقتي، عشان بس برضو الاقوال اللي بتتقال يعني اللي خاف ما رجعلوش. لا ما فيش حد دلوقتي ريكوردد ان هو رجع له، يعني حتى الكلام ده عشان كده بتساليني بتقولي الناس ما تخافش. ازاي ما تخافش؟ انها تبطل تقرا ال سوري التعبير اللي انا اقول الهري اللي بيتقال على الفيس ده. هري بجد، هري وهبد، يعني الناس بتقول كده. وبصراحه الهبي ده كتر، يعني ما هي دي جابت حاله نفسيه لينا كلنا. حرام. لا لا لا، واحنا قاعدين على الموبايلات يا دكتور، على السوشيال ميديا، لا لا لا، طول الوقت. كل الناس انا بوجه من فضلك ومن فضلك المواقع الرسميه، الكلام اللي بيطلع من المسؤولين او من تقارير هيئه الصحه العالميه فقط لا اكثر، لكن غير كده لا 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 نهائيا. ده بتسمعي حاجات يعني حاجات فظيعه يعني. لا احنا بنسمع حاجات، ده احنا بنسمع حاجات فعلا خلتنا، وفيديوهات وكركات بتشيل جثث. ايوه لا 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 لا. ايوه. واحساس بقى ايه؟ لا لا لا. الناس بيجي لها احساس ايه يا دكتور؟ انا هيجيلي كورونا، وبعد ما هيجيلي كورونا انا هيودوني مكان ماشي، وهياخدوني من المكان هيدفنوني في حته ما حدش يعرف عني حاجه، فخلاص انا كده ايه رايح للوباء. الحجر الناس اللي بتتعب دي وتقفل على نفسها في البيت دي خطيره جدا. ان الحجر الصحي مش حبس، ده مستشفى، يعني مستشفى لصحتك، مش بتروح تتعذب فيها. هم فاكرين ان هي دكتور معزز عذاب، وبعديها هيروحوا في منفى ما حدش يعرف لهم ده يجر، وما حدش هيروح ولا هيتصلي عليهم بقى ولا يتغسلوا ولا اي حاجه. فخلاص الموضوع بينتهي. ليس صحيحا. وحالات الشفاء عاليه جدا. تعرف ان في ناس احيانا بيبقى عندها كورونا وما بتروحش اساسا. دي حقيقه. ويقول لك لا يا عم انا اللي بهدلني، طب ما انا اموت في وسط عيالي وخلاص ويدفنوني وخلصت على كده. عشان يقعد في وسط عياله هيموت عياله. هيموت عياله. فدي لازم تبقى واضحه ان هم يبقوا فاهمين انه لو انت قعدت في وسط عيالك وخايف ان انت يكون عندك الكورونا وتروح تتبهدل، طب ما انت هتموت بقيه اللي معاك، هتموت بقيه العيله. يا ريت بس الوعي يزيد شويه، الوعي يزيد في الحظر، والا هنتعرض لحظر كامل، والنص ضرر اللي احنا فيه هيبقى ضرر كامل. هيبقى ضرر طبعا كامل. طبعا انا سمعت انه هيبقى يوم الاحد ويوم شم النسيم
في حظر كلي في اليومين دول علشان يعني منعا للتجمعات، لانه ده هيبقى يوم عيد ويوم شم النسيم، وانت عارف بقى الناس هتنزل بقى بالفسيخ والرنجه بقى والبصل. انا كنت بقى. انا اتمنى قبل موسم الاعياد الناس بس تلتزم شويه بحيث ان الموضوع تفتكر الكورونا ممكن تروح بريحه البصل اللي هتحصل يوم شم النسيم ولا بريحه البصل ولا بريحه الفسيخ ولا بالكلام ده كل. انا بس في حاجه كويس برضو انوه عليها، احنا دلوقتي كل تركيزنا كورونا، نسينا حاجه بتطلع في الموسم ده كل سنه اللي هي ارتفاع درجات الحراره. القمامه يا جماعه ارجوكم اكياس القمامه تتربط. انا عندي دلوقتي في دخله ارتفاع درجات الحراره في دخله الصيف، عندي الكوليرا وعندي التيفود وعندي الدوزنتاريا وعندي حاجات كتير قوي. لو سهيت عنها كورونا هتروح وهيطلع لي ده. وهل هي التيفود اقل خطرا من الكورونا؟ لا. هل هي الكوليرا اقل خطرا من الكورونا؟ لا. بس هي كورونا واخده الصيت ولا الغنى يعني. ايوه زي ما ودول ليهم مضادات حيويه، هو لسه ما حدش اخترعها. هو ده لسه حيوية. عشان ملوش علاج يا دكتور لغايه دلوقتي. بس الامراض بتاعه الصيف اللي بتطلع كل سنه برضو خطيره وبتعمل وباء داخلي، يعني امراض متوطنه. فانا دلوقتي بس يعني عايز برضو الناس مش انها مركزه قوي في الكورونا وسايبه اللي بيرموا القمامه في الشوارع واللي ما بيغطوش القمامه والذباب انتشر. لا لا من لا. كلامك دلوقتي برضو خدت بالي من حاجه، اللي هم عمال النظافه دول اكتر عرضه للكورونا. دول فعلا يعني هم غلابه وده شغلهم ومضطرين يشتغلوه تمام، لان هم بيلموا وبيتعاملوا بايديهم وبينزل الشارع مضطر وبيقعد جوه وبيتعامل مع الغبار والتراب وكل حاجه. الله يكون في عونهم. دول بقى ايه دول خلاص دول بقى يعني يبقى في رقابه في حاجه. طبعا الدعاء والرقابه الصحيه اللصيقه، انه مثلا الواحد فيهم بدل ما كان بيخضع للكشف مثلا سي كل شهر ولا حاجه، يبقى كل اسبوع لازم يتعرض للفحص. دول يعني أولى. انا رايي برضو الناس اللي عندها امكانيه يعني. ان هي يبقى معاها جوانتي، معاها ماسك، معاها اي حاجه، معاكم يا جماعه الحاجات دي. طب معانا تليفون. ماشي معلش سوري، معانا تليفون. خميس من اسيوط. اوكي اتفضل. الو الو صباح الخير. صباح النور. اتفضل. بالنسبه للطب الاسلامي كله ابحاث وتجارب، وكان وابن سينا ما كانش يعني عميد بالعربي، ما كانش متخرج من كليات ولا حاجه. موضوع الفيروس ده اللي منقول عن طريق الاذن. الاذن مصدر كل شيء في العدوى للجهاز التنفس والفئتين وكله. الاردن خلصت على فكره الاذن. لا بيقول الاردن صح يا جماعه ولا انا غلط؟ حد يقول لي هو قال الاردن ولا قال الاذن؟ لا الاذن هي مصدر دخول الأذن؟ الفيروس. قال الاذن مش الأذن. الاردن. اوكي تمام جاوب يا دكتور عاصم. لا طبعا الاذن الخارجيه لو طبلت الاذن سليمه فهي مانع للدخول اي حاجه عن طريق الجهاز التنفسي. طبعا الفم والانف وفي بعض الاحيان العين، لان انا سيج مخاطي، لكن الاذن جلد مقاوم شويه للفيروس. الاذن ما بتدخلش الفيروس نهائيا. الاذن ما بتدخلش الفيروس نهائيا. اما انا كنت ببقى خايفه احط في يا دكتور في الايربيس. لا 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 طب قول لي لو اذنك مش مجروحه والجلد سليم ما بتعديش. بجد انا فاكره ان الفيروس بيتنقل عن اي فتحات في لا الوش. لا 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 جهاز التنفسي، الانف والفم والى حد ما العين. لحد ما العين يعني دي المثلث ده من الاخر المثلث ده. تمام شرفتنا النهارده يا دكتور بجد ونورتنا، وكانت حلقه شيقه جدا جدا. ويا رب نيجي بعد كده بقى وتكون انتهت الكورونا دي خالص ان شاء الله، ونتكلم يعني في مواضيع تانية بقى. نتكلم في اي مواضيع تانية بس حلوة كتير. مش كورونا يا دكتور تاني خلاص يعني. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا دكتور. وانت طيب يا ربنا يبارك فيك. كل سنه واحنا كلنا طيبين. يا رب. وللاسف النهارده كده خلصت حلقتنا. وعايزه اقول لكم حاجه قبل ما اختم يا جماعه، احنا تقريبا كده ماشيين الى حد ما في دنيا مش وحشه. الكورونا معانا على الاقل احنا احسن من بلاد تانية كتير، بس لو سمحتوا اقعدوا في البيت، بلاش الاعياد، بلاش النزول، بلاش الطلوع، بلاش يعني. نعرف ان احنا دلوقتي يعني في موجود مرض، فلو قعدنا في البيت كلنا هنخف يعني، كلنا هنقعد مش هيجي لنا المرض. ما احنا الناس اللي قاعده في البيت، في ناس ثانيه نازله الشارع مقضيه حياتها عادي. انا مش بتكلم عن الناس المضطره تنزل يعني، في ناس مضطره تنزل وفي ناس دقوت يومها ودي مضطره، انا مش بتكلم على دول خالص، دول غصب عنهم.
انا بتكلم عن الناس اللي هي بتروح تزور اهلها، تزور حد رايحه تعمل تشوف شوبينج، مع ان صدقوني معظم المحلات ابتدت تقفل، يعني معظمها ابتدت تقفل. فيا ريت ناخد بالنا يا جماعه ان احنا سلسله مربوطه في بعضينا، اللي هيتعدي هيعدي التاني، واللي هيتعب ما هيتعب التاني، ما احنا هنتقابل في الشارع كلنا في النهايه، كلنا هنتقابل في شارع واحد في شوارع واحده. مصر ايه؟ احنا كره ارضيه ومصر في حته قد كده صدقوني. في الاخر يقول لك ايه؟ مصر كلها اوضه وصاله زي ما بيقولوا، تمام؟ فهنتقابل هنتقابل. فلو سمحت كلكم اقعدوا في البيت على قد ما تقدروا، ما تنزلوش غير للضروره القصوى. واستنوني ان شاء الله يا رب في حلقه جديده من برنامج كل الكلام. سلام.